السلام عليكم. ازيكم يا رجاله؟ سامعني؟ ايوه يا هندس، سامعينك يا باشمهندس. طيب الحمد لله. جاهزين؟ جاهزين يا رجاله؟ جاهزين جاهزين. يا مان. طيب سطبتوا البرنامج؟ هندسة، ايوه أنا خرجت المرة اللي فاتت بس عشان خرجت كان في عندي ظرف، ما حضرتش اه السكشن، يعني كنت في السكشن وخرجت عشان جدي كان تعبان، بس هو توفى يعني الحمد لله، يعني مش أي حاجة، بس الفكرة بقال لا. نعم ونعم بالله. ما خدتش بقى، يعني ما نزلتش البرنامج ولا عملت أي حاجة. طب نزل، انا كنت قلت لكم ابتدوا في الداونلود بتاعه، واحنا في السكشن اللي فات. مين عمل داونلود للبرنامج يا رجاله هندسة، انا نزلت. وعملت له سيت اب؟ طب مين تاني؟ كده مفيش غير مين اللي عمل؟ محمد ضياء. هندسة، محمد ضياء بس انت اللي عملت له سيت اب، الباقي كله ما عملوش سيت اب ولا عمل اي حاجه. وفي يوسف ضياء برضه معايا، مين؟ يوسف ضياء معايا عشان احنا اخوات بس عندنا لابتوب واحد، فهو معايا يعني. تمام، يا محمد ضياء ويوسف ضياء ومين تاني؟ وانا عمر. يا باشمهندس ما عرفش اعمل شطب برضه للبرنامج، مين؟ انا ما عرفش اعمل شطب للبرنامج، امجد طارق معرفتوش تعملوا ليه؟ ما انا شرحت المرة اللي فاتت. ما عرفش. طب يا رجالة، محمد ضياء ويوسف ضياء انا كمال يا باشمهندس. كمال عملت له سيت اب؟ لا انا لسه هعمل له دلوقتي. طيب ماشي، مين اللي عمل له سيت اب يا رجالة؟ ايوه هندسه اعمل لي بس شير سكرين كده. مش انا فتح من الموبايل ونزلته على اللابتوب، فثانيه افتح من اللابتوب بس. افتح من اللابتوب بقى، عشان احنا قلنا كلنا هنشتغل على اللابتوب وهتعمل لي شير سكرين واحنا شغالين. ماشي حاضر، ثانيه ماشي. أمجد طارق الاي دي بتاعه ايه؟ 16 10 5 2 2 2 0. هندسة ده واحدة واحدة، 16 10 كم؟ 5 2 2 0. تمام. كمان ايوه 15 10 15 10 5 3 8 4 8 4 5 3 8 4 محمد ضياء 16 10 41 25. عمر كمال عمر خالد 16 10 5 1 1 9.
هندسة، ايوه معلش أنا آسف، بس اللي هتندم المرة اللي فاتت كده راح عليا، ليه؟ أنا اللي طلعت في النص، أنا عمر نفس الشخص. ايوه لا ما راحش عليه. شكرا يا هندسة. يوسف ضياء، ستاشر عشرة واحد وأربعين أربعة وعشرين. طيب في مين تاني؟ عبد الرحمن ابراهيم، عبد الرحمن إبراهيم، 16/10، ايوه 6169. 6169. عملت له سيت اب البرنامج يا عبد الرحمن؟ لا لسه والله هندسة، لسه أنا ليه؟ ما حضرتش، أنا ما حضرتش أصلا المرة اللي فاتت فما أعرفش. ماشي. طيب في حد تاني؟ تمام. طيب ها يا رجالة، وصلت ولا لسه؟ ما بيفتح هندسة، هو مكتب بس شوية فبيفتح. ماشي. طب بقية الرجالة اللي نزل بس البرنامج يبتدي يسطبوا معانا كده، عشان كده انتوا كأنكم مش قاعدين مالكوش أي لازمة، فالناس بس تعمل اللي هي المفروض كانت تعمله، ان انتوا تفتحوا اللابتوب بتاعكم وتبتدوا تنزلوا البرنامج وتعملوا له سيت اب. معلش هندسة، هو برنامج ايه؟ ايه يا باشا؟ برنامج ايه؟ اسمه البلاكسز، وبعته على الجروب. بلاكس بعته على جروب الواتساب. تمام. تمام، بعته لكم تاني. اللينك موجود اهو يا جماعة على الجروب، اللي عايز ينزله ينزله، وإيه هتوكل على الله. طيب يا رجالة، عقبال ما الكمبيوتر يفتح، سامعيني؟ تمام يا هندسة. طيب دلوقتي ده البرنامج بتاعنا. المفروض ان شاء الله لما توصل للمرحلة دي هتلاقي في ايكون على الديسك توب، تمام، المفروض اسمها الايه، الانبوت، هي دي الايكون اللي بتخلينا نفتح البرنامج. سليم، هنفتح البرنامج هنلاقي ايه؟ هيقول لنا انت عايز تشتغل في مشروع جديد ولا عايز تفتح مشروع قديم. تمام، هيجي هنقول له عايزين نشتغل في مشروع جديد. تمام، هيفتح لنا صفحة تانية فيها المعلومات بتاعة المشروع ومعلومات عنك انت، ولو في لوجو للشركة والكلام ده كله. الكلام ده كله يعني هنعمل له سكيب دلوقتي، بس هنعمل ايه؟ هنحط في التايتل، هنقول والله هنعمل موديل 1. موديل 1 هنبتدي نعمل، هنبني موديل للبرنامج بتاعنا ده. طيب احنا قلنا المرة اللي فاتت ان احنا هنبتدي نعمل اكزامبل لامبانكمنت. تمام، الامبانكمنت ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن جسر الطريق، وشرحنا يعني ايه جسر الطريق. هنعتبر ان جسر الطريق من فوق 20 متر، وارتفاعه هنعتبره مثلا حوالي 4 متر. تمام، فيبقى عرضه من تحت، لان هيبقى فيه ميول جانبية يمين وشمال، هنعتبرها 2 لواحد، يبقى 4 في 2 ب 8، و8 في 2 ب 16، 16 و20 يبقوا 36، يبقى عرض الجسر من اسفل 36. تمام، ليه انا حسبت كل ده؟ عشان اعرف بعد كده هختار الباوندريز بتاعت المشروع بتاعتي من كام لكام. طيب ده كان اسم البروجكت. هنيجي هنا في الموديل، الموديل ده بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا احنا عايزين نختار موديل عبارة عن ايه؟
نوع الموديل. دلوقتي في موديل اسمه بلين سترين وفي موديل اسمه اكسي سيمتريك. يعني ايه موديل بلين سترين؟ معناه معلش هندسه بس عشان بتعلق، احنا دوسنا على ايه من بروجكت؟ احنا كنا هنا سمينا المشروع. ايوه انتوا فتحتوا معايا البرنامج؟ انا هنزله بصراحه بعد السكشن عشان انا اللابتوب بتاعي اصلا بايظ ولسه جايب واحد جديد، فلسه اصلا عامل الجديد ده سيت اب، بعديها بقى انزل بقى عليه البلاكسز ده. تمام. طب محمد ضياء ويوسف، طب يا باشمهندس هو فتح معانا المره اللي فاتت، دلوقتي بيقول لنا عايز لايسنس، مش عارف ليه لايسنس، بس هو كان فتح معانا المره اللي فاتت. انت عملت اللي انا قلت لك عليها وشلت الكونكت وحطيت الكونكت اللي موجود وعملت باك، عملنا كل حاجه واشتغل المره اللي فاتت، ما اعرفش المره دي مش عارف في ايه. لا مش عارف الصراحه، بس هنشغله دلوقتي ان شاء الله يعني. طيب ماشي. طيب جينا من بروجكت الموديل، اول سؤال البرنامج بيساله لنا انت عايز في الموديل ده تستخدم حاجه اسمها بلين سترين ولا حاجه اسمها اكسي سيمتريك. احنا لو جينا هنا بصينا، عشان انا مش راسم، هو عاده بتتشرح برسمه 3 دي. باشمهندس نعم، باشمهندس معلش، هو احنا كنا بنسطبه ازاي؟ عشان انا مش عارف اسطب البتاع. لا اسال حد من زمايلك، عشان قلت المره اللي فاتت. تمام. طيب هندسه، طب هي الريكوردات بتاعت السكاشن بتنزل على ايه؟ ما بتنزلش. بتنزلش؟ يعني ايه بتنزل على ايه؟ مش فاهم. يعني حضرتك ما بتنزلهاش في حته، رامي خليك مثلا، ما بتنزلش في حته يعني الريكوردز دي؟ لا لا، تنزل فين؟ مفيش. ما احنا عاملين ريكورد اهو للسكشن دلوقتي. اعمل لهم ريكورد. ما في حد بيعمل ريكورد، هو مكتوب ريكورد فوق. ما اعرفش هو بيتسجل فين الصراحه. طب ما ينفعش حضرتك تعمل لنا ريكورد لكل سيكشن وتنزله لنا على الواتساب حتى؟ لا شوف، انت لو انت تعرف تعمل له ريكورد اعمل له ريكورد. تمام. دلوقتي يعني ايه مساله بلين سترين؟ ده هيبقى ده شكل دام. تمام. الدام ده الكروس سيكشن بتاعه. سليم. الكروس سيكشن بتاعه ده لو اعتبرناه ان هو ممتد الى ما لا نهايه، تمام، وخدنا منه شريحه متر، فاحنا بندرس الشريحه متر. ده معناه ان المنشا اللي احنا بندرسه ده احنا بنتخيل ان هو ممتد بامتداد ما لا نهايه، واحنا بندرس سيكشن عرضه ايه؟ يونيتي، اللي هي واحد واحد بقى، سواء اليونيتس بتاعتك اللي انت مختارها، واحد متر، واحد فيت، واحد سنتي، على حسب اليونيتس اللي انت مستخدمها. عشان كده هنا البرنامج بيسالك على اليونيت. فبالتالي لو احنا هنا مختارين اليونت لينس بتاعتنا بام متر، يبقى معنى ان البلين سترين ده معناه ان احنا بندرس شريحه متر من جسم احنا فرضين ان هو ما لا نهايه. وصلت المعلومه يا رجاله؟ تمام يا هندسه. طيب اتفهم يعني ايه بلين سترين؟ يعني ايه اكسي سيمتريك؟ معناه احنا بدل ما اعتبرنا ان السكشن ممتد في اتجاه لما لا نهايه، اعتبرنا ان السكشن اللي احنا بندرسه ده بيلف حوالين محور زد. يعني ان انا لو رسمت الرسمه دي بالكروس سكشن اللي انا هرسمه في البرنامج، البرنامج بيفهمه بيلفه حوالين محور زد وبيعتبره ان هو ايه؟ سيلندر. نقدر نستخدم الاكسي سيمتريك ده، اشهر استخدام ليه اللي هو ايه؟ ان احنا لو عايزين نمثل بايل، احنا هنفترض ان الشكل الدايره اللي جوه ده بايل واللي حواليها ده جسم السويل. تعالى بس ممكن نلاقي سيرش احلى اهو. ده رسمه من البلاكسز اصلا، بس دي الفيرجن القديمه. الرسمه دي معناها ايه؟ هو راسم نص جسم البايل، وبعدين راسم جزء سويل مدقق شويه في المش، وبعد كده الباوندري كونديشنز السبورتس بتاعتك من بعيد اهي. دي الرسمه اللي احنا راسمينها في البرنامج. البرنامج بيفهمها عامله ازاي؟ بيفهمها، بيقوم واخد الكروس سكشن اللي انت راسمه ده ويقوم عامل له ريفولف، لفه، فيبتدي يفهمه
على انه جسم كامل 3D. حد فاهم الكلام ده يا جماعة؟ لا دي مش هي. وصلت؟ تمام يا هندسة. اتفهم ايه الفرق بين الاكسسيمتريك والبلين سترين؟ تمام. تمام. الاليمنتس دي اللي هي 6 نودز و15 نودز دي جزء او يعني معلومه متقدمه شويه في الفاينايت اليمنت اناليسيس، بمعنى ان انا بيبقى عندي اليمنت بس، يعني احنا هناخد عنها قشور كده. الاليمنت اللي مرسوم قدامنا ده شكله ايه؟ شكله ايه يا رجاله؟ مين معايا؟ حد معايا؟ معاك هندسه. معاك حضرتك يا هندسه. طب انتوا نايمين ليه كده؟ شكله ايه الاليمنت ده؟ ريكتانجل يا هندسه. ريكتانجل. ده مثلث تريانجل. تمام. ده مثلث واضح اللي انا بشاور عليه ده واضح؟ ماشي خلاص تمام. طيب المثلث ده بيتقسم في الحسابات بتاعته في النيوميريكال موديل، يعني بيقسم جواه 6 نقط، 3 على الاطراف و3 جوه الاليمنت. في ال 15 نودز بيعمل 15 نقطة للإليمنت، 3 على كل طرف يبقى كده عندنا 9، والباقي بيبقوا في النص. فعدد النقط اللي بيدرس عندها الستريسز والسترينز والكلام ده بيبقى أكتر في الـ 15 نود إليمنت، فالـ 15 نود بيبقى أدق من الـ 6 نودز. واضح يا جماعة؟ دي معلومة ودي قشورها. واضحة؟ طيب أنا أعتبر إن أنتوا ناس سوبرب جدا وخارقين وهتفهموا المواضيع من أول مرة، فبالتالي هنقول إيه؟ أنا هشرح ومش كأن إن أنتوا إيه فهمتوا فهمتوا، ما فهمتوش ما اللي عايز يبقى يسأل في الآخر. طيب دلوقتي الجاما بتاعت السويل هي البرنامج بيفترضها 10 كيلو نيوتن على المتر مكعب. تمام. بيجي يقول لي اختار الباوندريز بتاعتك. ايه الكونتور ده؟ بيقول لي مقاس الرسمه بتاعتي انت عايزها في سكرين عباره عن كام في كام. فبالتالي بيسالني عن حاجه اسمها اكس مينيمم وحاجه اسمها اكس ماكسيمم، وبيجي حاجه اسمها يختار يسالني عليها اسمها واي مينيمم وحاجه اسمها واي ماكسيمم. طيب احنا الجسر اللي احنا عايزين نشتغل عليه قلنا ان هو هنرسمه كده في الجنب عشان يبقى معانا على طول. هيبقى جسر قلنا عرضه من فوق 20 متر تمام، 20 متر وليه ميول جانبية 2:1 وارتفاع الجسر ده 4 متر. فبالتالي قلنا ارتفاع الجسر 4 متر وفي ميول 2:1. يعني ايه 2:1؟ يعني 2 افقي ل1 رأسي. يبقى بالتالي البعد ده هيبقى لو ده 4 يبقى ده هيبقى 8، يبقى 8 يمين و8 شمال يبقوا 16، 16 و20 يبقوا عرض الجسر من اسفل هيبقى 36 متر. طيب ما دام انا جسم عرض الجسر عندي من اسفل 36 متر، يبقى لو اعتبرنا ان ده نص الرسمه بتاعنا ده اكسس، لو ده اكسس الرسمه بتاعتنا يبقى نص الجسر من هنا هيبقى 10، والنص من هنا هيبقى
15 و3 يبقى 18، هيبقى الجزء ده من 18 من اسفل ومن فوق 10. يبقى احنا على الاقل عايزين نرسم في الرسمة بتاعتنا مش اقل من 50 60 متر يمين وشمال، لان مش هينفع الباوندريز بتاعت المسألة بتاعتي تبقى على حدود الجسر، لازم اوسعها يمين وشمال عشان البروجرام يقدر يحل ويطلع لي ارقام دقيقة. فبالتالي هقوم فارض ان الاكس مينيمم اللي هتتكتب لي هنا ناقص 60، والاكس ماكسيمم اللي هتتكتب لي هنا 60، والعمق نفس الكلام، لازم ابعد عمق كافي علشان تقدر الاستريسز يقدر يحسبها لي بشكل دقيق. فبالتالي هنقول الواي مينيمم اللي هي اعلى نقطة في الرسمة بتاعتي، لو اعتبرنا ان ده الصفر يبقى الواي مينيمم هتبقى كام؟ 4، لان ارتفاع الجسر فوق الصفر هيبقى 4 متر. فبالتالي هكتب الواي مينيمم ب4، والواي ماكسيمم هيبقى هنعتبر ان العمق برضو 60 بس هيبقى بالناقص لانه هيبقى تحت الارض بالصفر، لان الصفر بتاعنا هيعتبر سنتر الشكل، يبقى يمينه 60 وشماله 60 وفوق 4 وتحت 60، يبقى الواي ماكسيمم برضه هيبقى ناقص 60. لو دوسنا سوري الواي مينيمم بناقص 60 والواي ماكسيمم ب4، انا عكستهم. فبالتالي هتلاقي هنا الزيرو والزيرو بتاعي هو هنا يمينه هيبتدي يفهم لوحده ان في 60 متر يمينه و60 متر شماله، وهيبتدي يفهم ان في 4 فوق الارض وفي 60 تحت الارض. هيبان الكلام ده ازاي؟ هيبان في اول خطوه ليا في التعامل مع البرنامج. بيقول لك ايه؟ start by using the borehole بالشكل ده to define the virgin soil condition. هاجي اعمل ايه دلوقتي؟ بيقول لي دوس على الزرار ده، هتلاقي الزرار ده بيقول لك ايه؟ create borehole. يعني ايه create borehole؟ بيقول لي عرف لي الجثه. طب انا هعتبر ان الجثه بتاعتي في الزيرو والزيرو، تمام؟ لما اعتبرت ان الجثه بتاعتي في الزيرو والزيرو هقول له والله ايه، هتلاقي هنا في زرار طلع لي اسمه ايه؟ اد ده بعمل بيه اد لطبق للايرز من السويل، تمام؟ لما ادوس له اد هيسالني سؤال، بيقول لي الماتيريال بتاع اللاير دي فين، والطبقه دي من منسوب كام لمنسوب كام، تمام؟ طيب احنا هنعرف باللايرز دي الجزء اللي فوق الارض اللي هو الامبانكمنت نفسه. فبالتالي يعني ده معلش انت حضرتك فتحت البتاع دي اللي هي الحته دي ازاي؟ انهي حته؟ اخر حته دي من اول هنا، انا كنت هنا، تمام؟ تمام. بيقول لي كرييت بور هول. انت شغلت البرنامج ولا لسه؟ شغلته. اعمل بقى شير سكرين. ماشي. ايه اللي لازم حضرتك تعمل لنا من عندك عشان نعمل يعني؟ يا راجل يعني ما ينفعش انت تعمل شير سكرين وانا اشوفك؟ لا ينفع، بس حضرتك لازم تعمل حاجة عشان تفتح لنا عشان نعمل يعني. دي ازاي دي؟ نيو شير انفايت، مش عارف. ازاي 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 مور، هو انا لازم اوقف الشير بتاعي عشان انت تعمل شير سكرين؟ انا مش عارف بصراحة هندسة. طب استنى كده هجرب. اعمل شير سكرين كده برضو. مرضاش؟ لا مش راضي.
لا مش راضي. ازاي؟ اعمل كده. ها اه كده بيعمل تقريبا. تمام. ما ينفعش بقى انا اعمل شير سكرين وانت بتعمل شير سكرين؟ استنى كده هجرب شير سكرين كده. انا مش شايفك، انت شايفني؟ اه كده حضرتك اللي باين. اه انت مش باين صح؟ لا تقريبا لا. طيب خلاص مش مشكلة. طب افتح البرنامج عندك، ولو في ماشي حاجة، خلاص. لو في حاجة هبقى أشوف عندك الشير، يعني هخليك تعمل شير. مش تمام يا نوس. تمام. طيب دلوقتي أنا كنت هنا في المرحلة دي، أنا عرفت أول حاجة المساحة اللي أنا هرسم فيها. تمام دي عملناها تمام. تمام قلنا هنيجي نعمل إيه؟ كرييت بور هول. في كرييت بور هول دي هيقول لي حدد مكان البول هول. البور هول هتلاقي، بص طلع لي تحت السهم الاسود ده، هتلاقي طلع لي علامة البور هول. تمام شايفها؟ تمام. طيب هيجي يقول لي حدد مكان البور هول. هاجي اختار مكان البور هول، هعتبر ان هو في الزيرو والزيرو. اول ما دوست راح فاتح لي الويندو دي. اه تمام فتحت يا هندسة. تمام. طيب هيجي يقول لي ايه؟ بيقول لي الماتيريال بتاعتك دي عبارة عن ايه؟ تمام. هاجي اقول له، هقول له اد. من اد دي هيبتدي يعرف لي هنا ايه؟ لايرز. لايرز في البور هول بتاعتي، مش البور هول دي لازم يبقى ليها، يعني بيبقى فيها طبقات او طبقة واحدة او ايا كان، بس ما هعرفها بقى سول، سيلت، ساند، جرافل، اي حاجه صح؟ فبالتالي هو هيجي هنا يسالني على اللاير نوعها ايه. تمام. طيب بيقول لي هنا اللاير ماتيريال، وبيجي هنا يطلب مني بدايه اللاير ونهايتها فين. يعني في التوب هقول له والله اللاير الاولى دي انا هعملها اللي هي جسم الجسر نفسه، الامبانكمنت اللي انا كنت راسمه هنا مثلا. جسم الجسر نفسه اللي انا كنت راسمه هنا ده عايز ارسمه عندي. رسمه كده ايه كلام. طيب الامبانكمنت اللي عندي ده احنا قلنا ارتفاعه 4 متر. طيب يبقى، وقلنا ان الزيرو هو النقطة دي، النقطة دي هي الزيرو. طيب يبقى هو فوق الزيرو بقد ايه؟ باربعة. يبقى انا هاجي من هنا اقول له ايه؟ اربعة. والبوتوم بتاع النقطة بتاعتي اللي هو ايه؟ الزيرو. هتلاقي هنا هو اوتوماتيك راح راسم لك ايه؟ لاير من ورا. واللاير دي هتلاقي اللون اللاير جراي، لان هي لسه احنا ما حطيناش ماتيريال جوه اللاير، ما حطيناش نوع، فاحنا عايزين نعرف نوع بقى، نبتدي نعرف نوع للماتيريال دي. طيب واضحة يا جماعة؟ تمام يا هندسة. طيب لما يجي يسألني على النوع هاجي أقول له إيه؟ هتلاقي هنا بيقول لي في علامة زائد هنا. علامة الزائد دي هقول له إيه؟ معناها إن أنا عايز أعرف ماتيريال جديدة، فهقول له نيو، ودست له على علامة الزائد. راح فاتح لي الويندو دي. الويندو دي بعرف فيها الماتيريال ونوعها. طيب انا هفترض ابسط نوع ماتيريال عندنا اللي احنا هنقول ان هو ساند. طيب بص هنا، فاكر المره اللي فاتت لما قلت لكم ان كان في كذا كونستيتيوتيف موديل، وشرحنا يعني ايه لينير الاستيك، وشرحنا يعني ايه مور كولوم. اه تمام. طيب كان يعني ايه لينير الاستيك؟
لو مش هيقول في فيلر. ايوه كان قول تاني كده معلش. لو ما كانش عارف الفيلر امتى. مظبوط. وكان بيعتمد على ايه؟ بيعتمد اعتماد رئيسي على المودولس اوف الاستيستي، صح ولا غلط؟ صح تمام. كل لما هدي حمل كل لما هيحصل ديفورميشن، ولما شيل الحمل الديفورميشن هيرجع للزيرو، صح ولا غلط؟ تمام يا هندسه. ده كان اللينير الاستيك. قلنا بعد كده في كونستيتيوتيف موديل اسمه ايه؟ مور كولوم. كان ايه الفرق بينه بقى وبين اللينير الاستيك؟ ما بيرجعش للفيلر تقريبا. كان المور كولوم هو شبه اللينير الاستيك بس بيفهم الفيلير، بيقدر يبريدكت الفيلير ازاي؟ كنا مدخلين له سي وفاي، فلما دخلنا له السي والفاي ده احنا قلنا هو بيجي المسألة. على فكرة انتوا ما بتذكروش خالص، ولا كأن انا قلت اي حاجة السكشن اللي فات، ولا هتعرفوا يعني. انا خلاص انا فاقد الامل ان الناس، احنا قلنا يا جماعة الناس لازم تبقى مجمعة معانا على الاقل تبص في السكشن اللي فات كان فيه ايه. تمام. لما انت تجيلي السكشن ده والسكشن اللي فات كأننا ما خدناهوش تماما زيرو، فكده يبقى حرام يعني الصراحة. طيب دلوقتي المور كولوم كان قلنا بيبتدي الحل بتاعه بشكل انكريمنتس، بيقسم اللود بتاعه. لو احنا فرضين ان احنا عندنا قاعدة وبنحمل القاعدة دي 1000 طن مثلا، هيبتدي يحمل ال 1000 طن دي 0.1 0.1، يقول 0.1 طن وبعدين 0.2 طن وبعدين 0.3 طن. دي سميناها انكريمنت. كل انكريمنت من دول بيبتدي يتشيك فيها على الفيلير. لو الموديل فيل، عمل فيل، يبتدي البروجرام يقف ويطلع لي سويل بادي كولابس. ده كان الفرق بين المور كولوم واللينير الاستيك. تمام. طيب دلوقتي الكالر بتاعي في الساند هختاره ساند عشان ابقى بس افهم بعد كده. اللون ده هختاره اصفر، وهو هنا بنتحكم دي درجة اللون اللي هتظهر لي في البرنامج، فهختارها. هو في الجري ده وفي الالوان الرئيسية من بره، فهختار اصفر وهقول له والله اللون الاصفر عشان يبان. وبعدين هيقول لي الكثافة، هقول له الكثافة ب 18 والجاما ساتوريتد ب 18 برضو، لان انا هفترض في اول مسألة عندي ان مفيش مية فمش فارق معايا، هو كده كده هيشتغل على الانساتوريتد لان انا لسه مش هحط له ميه دلوقتي. طيب هيسالني على الفويد ريشيو، والله الفويد ريشيو ماشي هسيبها بنص. هو اصلا كانت ايه الفويد ريشيو؟ فاكرين ايه الفويد ريشيو؟ طيب الفويد ريشيو هي كانت الفي فويد على الفي سوليدز. هيجي يسالني بعد كده على المودولس اوف الاستيستي. المودولس اوف الاستيستي هي ايه؟ هي بتاعت السنت، هفترض ان هي ب 400 كيلو جرام على السنتيمتر مربع. يعني ايه 400 كيلو جرام على السنتيمتر مربع؟ لو عايز احولها للكيلو نيوتن على المتر مربع هعمل ايه؟ هضرب في 100 هزود صفرين، يبقى انا كده حولت من 400 كيلو جرام على السنتيمتر مربع ل 40000 كيلو نيوتن على المتر مربع. هي طيب يبقى انا كده حطيت المودلس اوف الاستيستي بتاعت الرمل. طيب العلامه دي كانت البواسون ريشيو. حد فاكر يعني ايه البواسون ريشيو؟ طيب البواسون ريشيو هي كانت اللاترال سترين على الفيرتيكال سترين، هقول ان هي 0.2. طيب السي دلوقتي احنا عندنا الماتيريال اللي احنا بنعمل لها اناليسيس دي ايه؟ رمل. طيب يبقى السي في الرمل بكام؟ طيب السي في الرمل المفروض بزيرو. تمام. فاحنا ما ينفعش في البرنامج نحط هنا السي بزيرو، لازم نحطها برقم. فاندر ريكومنديشن للبرنامج قال ما ينفعش تحط السي دي اقل من 2، ما ينفعش تحط السي اقل من 2. فاحنا بنفترض ان هي 3 4 5، كل الارقام دي ارقام قليله جدا للكوهيجن، لان 3 كيلو نيوتن على المتر مربع دي هي انت لو حولتها لطن على المتر مربع او كيلو جرام على السنتيمتر مربع كانها مش موجوده اصلا. فبالتالي هنفترضها ان هي 3 اللي هو رقم بس عشان ما يحصلش ايرور في البرنامج وهو بيرن. لو انت حطيت له دي بزيرو مش هيرضى يرن.
فاحنا بنحطها له رقم اعلى من 2. طيب الرمل الفاي بتاعته بكام؟ الفاي بتاعت الرمل هنفترض ان هي ب 35، تمام؟ العلامه دي الابساي دي بارامتر انت ما شفتوش قبل كده ومش هنخش فيه دلوقتي، هو اسمه الدايليشن انجل. الدايليشن انجل ده هو بيساوي الفاي ناقص 10، بس شرحه مش هنقدر نقوله دلوقتي لان هو شرحه طويل شويه. فالدايليشن انجل دي هندخلها حاليا انها ب 5، وبعدين الكلام ده كله مش هنخش فيه دلوقتي، تمام؟ مش قصتنا دلوقتي، احنا دلوقتي دي البارامترز اللي احنا هنرن عليها. دي بتزيد السترينث بيزيد مع العمق، والسي بتزيد مع العمق، شويه بارامترز كده مهمه بس مش هتهمنا دلوقتي، تمام؟ طيب دلوقتي دي التاب بتاعت جراوند ووتر، دي جزء بعرف منه ايه البرميابيليتي بتاعت السويل. البرميابيليتي بتاعت السويل انا كده كده ما عنديش ميه، فهسيبها دلوقتي بزيرو او هسيبها ديفولت يعني. الانترفيس ده برضو معلومه لسه هناخدها قدام شويه، وبعدين الانيشال ده برضو هنسيبه دلوقتي. احنا دلوقتي بس عايزين نشوف شكل الانترفيس بتاع البرنامج، كل الكلام ده هنشوفه بس قدام شويه. طيب يبقى انا كده عرفت اول ماتيريال اللي هي مين؟ الساند، تمام؟ يوسف ضياء ومحمود ضياء ولا محمد ضياء معايا؟ معاك يا هندسه. واصلين لنفس الكونكلوجن معايا؟ يا هندسه تمام. عرفتوا ماتيريال الساند؟ بس مش باين عندنا، اللي باين عند حضرتك ده. ما انا فاهم، ما انا بسالك. على الشمال. ماشي، عرفتها؟ عرفناها. طيب يعني ايه مش باين على الشمال؟ مش فاهم. اللي هو بتاع البور هول ده مش باين، اللي هو الرسمه اللي على الشمال دي. الرسمه دي؟ مش مشكله، بس باينه ورا؟ ثانيه واحده بس. باينه ورا بس لونها ازرق. وانت الماتيريال بتاعتك معرفها لونها ايه؟ اصفر. طب انت تعالى هنا، لو عايزين نرجع الويندو القديمه باجي هنا على المكان بتاع البور هول اللي انا كنت حاطه اللي هو 0 0، وهدوس دبل كليك. هل انت هنا عرفت ساند بدل ما كانت مفيش؟ بس ثانيه واحده عندي بس. بقت اصفر خلاص. تمام، وبانت على الشمال. بنت على الشمال. شكرا يا هندسه. تمام، طيب كده عندنا مشكله. يبقى احنا عرفنا هنا اول طبقه من السويل عرفناها اللي هي ساند. الساند ده هو اللي انا هردم بيه الجسم بتاعي، تمام؟ طيب عايز اعرف السويل اللي تحت الارض اللي هي الاوريجينال سويل. بس انا ساند بس، معلش يا جماعه هغير اسمها. لو عايز اغير اسم ساند اللي انا كتبتها فوق دي، باجي ادوس من هنا الزرار ده اللي هو شو ماتيريالز معايا. تمام يا هندسه. طيب هاجي من شو ماتيريالز هيطلع لي الماتيريالز اللي انا عرفتها كلها. طيب في ساند دي هغير اسمها، هسميها بدل ساند هسميها امبانكمنت. دي الماتيريال